بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغراب من أكثر الطيور التي تجمع كل المتناقضات، وضرب بها المثل في الثقافات الشعبية العربية والمصرية، وحكيت عنه حكايات وأسرار. ضرب بها المثل في القرآن الكريم كأول معلم للبشرية، حين علم قابيل طريقة دفن أخيه هابيل، فظل يبحث له عن مكان كي يواري سوءة أخيه. هنا أراد الله عز وجل أن يعطي درسا، هو أن الإنسان مهما أوتي من العلم والمال والقوة والحكمة فهو لا يتعدى إلا أن يكون مخلوقا من مخلوقات الله التي تعيش في ملكوته. فهذا الطائر الصغير بعث الله فيه من الحكمة والذكاء التي جعلته يعلم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه، وكأنه عقاب شديد من الله حين طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هناك سبب آخر، يقول العلماء أنه من أذكى الطيور وأمكرها على الإطلاق، وقد خلقه الله تعالى مؤهلا لتلك المهمة. فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الغراب يملك أكبر حجم لنصف دماغها على الإطلاق، وقد خلقه الله تعالى مؤهلا لتلك المهمة. فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الغراب يملك أكبر حجم لنصف دماغ بالنسبة إلى حجم جسم في كل الطيور. فمخ الغربان من أكثر الأحجام، والغربان تعيش في مجتمعات كما البشر تماما، لذلك اختاره الله سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان تلك المهمة. ومن بين المعلومات التي أثبتها دراسات سلوك عالم الحيوان هي محاكم الغربان، وفيها تحاكم الجماعة أي فرد يخرج على نظامها حسب قوانين العدالة الفطرية التي وضعها الله عز وجل لكل مخلوقاته. الغراب هو طائر من طيور فصيلة تسمى كيرفوز، ومنه حوالي 27 نوع تنتشر في معظم أنحاء العالم. عرف الغراب على أنه نذير الشؤم والخراب، وربما هذا يرجع لعدة أسباب، منها أصوات الغراب التي تتميز بنغمة عالية ذات ترددات مختلفة، يفهمها البشر على أنها نذير شؤم، ولكن هناك حقيقة علمية وراء ذلك، هي أن لكل الترددات هي عبارة عن لغة معينة للتعارف فيما بينهما. يستطيع الغراب أن يتكيف مع أي مكان يعيش فيه أيضا، فالناس تخاف من تجمعاته حيث أنها من الممكن أن تتغذى على المحاصيل الزراعية. للغراب أيضا عادات غذائية، حيث تتغذى على الفاكهة والديدان والحشرات والقواقع وبعض الطيور والأسماك. كما أن الغراب في الأساطير الشعبية ورد أنه نذير شؤم، حيث قيل أن نوحا عليه السلام في الطوفان أرسل الغراب رسولا ليرى إذا ما كانت الأرض جفت وبانت عند اليابسة، غير أن الغراب لم يعد لانشغاله بأكل الجيف. وعلى الرغم من كل صفات الغراب التي جعلت الناس تظنه نذير شؤم، إلا أن الدراسات الحديثة خلصت إلى عدة أبحاث أن هذا الطائر من أذكى الطيور، بل وأخلصها وفاء، بل وأشبهها إلى الإنسان. ولقد نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ عند سماع الغراب، وكان ابن عباس رضي الله عنه عندما يسمع نعيق الغراب يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، كل شيء بقدر، ولكن إذا سمعته استعذ بالله وكن واثقا أنه لا ضرر ولا ضرار.